من القواعد الذهبية للحرية المالية أنك تحول جزء من مصاريفك من أمور تفقد قيمتها إذا اشتريتها إلى أمور تزيد قيمتها بعد شرائها. إذا اشتريت سيارة، هل تعلم أن اللحظة، لحظة شرائك لهذه السيارة، أول ما تخرج من المعرض فوراً تفقد 15 إلى 20% من قيمتها؟ إذا اشتريت ملابس، ماركات، نظارات، كل أمور تفقد قيمتها. بينما إذا اشتريت أمور مثل عقار، شقة أو أرض، ذهب وفضة، أسهم في شركات جيدة، على المدى البعيد في تقلبات، على المدى القصير دائماً وهذا طبيعي، ولكن على المدى البعيد هو استثمار جيد.